قولا واحدا. طيب قبل ما اقفل الدوري واطلع فاصل، هناك شكوى رسمية من نادي انبي ستقدم غدا الى الاتحاد المصري لكرة القدم. ما فحوى هذه الشكوى؟ الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي، اهلا يا ابو كبات. تحياتي يا كابتن مدحت، وحشني كتير والله. انت كمان يا حبيبي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ قول لي بقى ايه الشكوى. الشكوى يا كابتن ان احنا بعتنا خطابين للاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة توافر تقنية الفار في خلال عن ماتش اسوان. كان قال علمنا كده ان طبعا ماتش نادي اسوان نقل المباريات على ملعبه، أيوه. وده حقه الشرعي طبعا طبعا، ولكن نما برضو الى علمنا ان الفار وعربيات الفار المسافات طويلة جدا ومش هينفع تسافر، والكلام ده كله كلام غير مؤكد. احنا اكدنا على الاتحاد وبعتنا جوابين وقلنا فيهم لازم من الاهمية توافر تقنية الفار خلال المباراة. نعم. احنا رحنا وقابلنا حكام الفار المعينين للمباراة، كابتن محمود بسيوني والكابتن احمد جمال، وشفناهم. ولكن احنا في الدقيقة 30 او في الدقيقة 35 سجلنا هدف اتلغى، والحكم ما طلعش شاف ولا حاول يشوف، وتأكدنا ان ما كانش فيه فار. يعني العربية الفار ما كانتش موجودة. الله اعلم بقى العربية، احنا بندخل من مكان طبعا والاستاد كبير، بندخل من حتة وغرف في الملابس في حتة، ما شفناش العربيات بره، يعني مش كل استاد هتقدر تشوف فيه الكلام ده. واخد بال حضرتك؟ طب المونيتور بتاع الفار ما كانش في الملعب؟ الحكم ما خرجش شاف. كان المونيتور موجود بتاع موجود في الملعب المونيتور؟ والله احنا شفنا جهاز على جنب كده، ولكن احنا طبعا مع ربكة المباراة والشد اللي حصل، وطلبنا من الحكم يطلع يشوف. الحكم وقف دقيقة كده وراح قال لك، راح مشاور مفيش جون. وطبعا احنا الهدف كل اللي شافوه بعد كده. لا بص يا كابتن، اذا قدامك شاشه دي لقطه من المباراه من داخل عربيه الفار، عشان برضو لو الشكوى بتاعتك فيها ان مفيش فار، لا في فار. ادي لقطه قدامي اهي، لو الشاشه فتحتها قدامك دي لقطه من مباراتكم مع اسوان، ودي لقطه من داخل عربيه الفار. لا احنا للاسف الشديد ما شفناش الكلام ده. الحكم طب ليه الحكم ما راحش شاف بنفسه؟ ما انت بتقول راح بس يشوف بنفسه يا كابتن. لا هو اذا اللي في العربيه اداله قرار فهو مش محتاج يروح، لكن لا يروح يشوفها بنفسه وبيتاكد يا كابتن. لا يا كوتش، هو تكرر الكلام ده اكتر من مره. هقول لك قانون الفار يا كابتن عبد الناصر. انا عارفه يا كابتن. هقول لك قانون الفار يا كابتن عبد الناصر. قانون الفار كالاتي في العالم كله: اذا الحكم بتاع العربيه بتاع الفار قال للحكم اللي في الملعب دي مش جون، اوتوماتيك بيمشي معاه من غير ما، اذا الراجل بتاع العربيه شاكك في القرار يقول له روح يا كابتن للمونيتور شوفها. دول كل اللي شافوا الجون ده قال لك جون، نعمل احنا ايه؟ دي قصه بقى تانية، ده موضوع يعني تاني يعني. طب انا عايز اشوفها كده عشان ما اشوفش الماتش ده. وريهاني يا احمد كده، هاتلي على الشاشه الكبيره يا احمد، عايز اشوفها. انا اشوفها معاك يا كابتن عبد الناصر. اتفضل. ما يصحش ان انا اتكلم في التحكيم، لكن ايه، خلينا استثني المره دي. انا مش منتقد، ولكن انا بطلب حق ليس الا. طب يلا كمان مره كده يا احمد، كمان مره. في الاعاده هبان، اديني بتفرج يا كابتن عبد الناصر. هو حسبها اوفسايد. طب ورهاني تاني بقى. اكيد طبعا الكباتن عندنا الحكام شافوها، بس خلينا نشوف. ما جات يا كابتن كتير والناس اتكلمت وقالوا ايه. لا لك هدف صحيح 100%. طب يعني خلاص، يبقى مش محتاج انا بقى الكلام ده، يعني احنا مش هنجتهد في حاجه. احنا مش هنقول حاجه. انا كلمت الكابتن اكتر من مره في الملعب، وكل ذوق وكل احترام قال لك لا مش جون، وانا شايف ان هي مش جون. واخد بالك؟ بعد كده جون، وفي الدقيقه 90 جه فيا جون. الدقيقه 90 جه فيا جون. خرجنا من الماتش مغلوبين. ماتش قوي انت عامله كويس، ايوه، ومقدم مباراه جيده. دي مقدرات انديه، والبونت الواحد يعني احنا البونت ده كان ممكن يعني الثلاث نقط دول كان ممكن يركبونا مركز محترم، صحيح، ترتيب ثالث او يدخلك المربع. طبعا طبعا، انا طبعا المسابقه المحتدمه جدا جدا، والدور الثاني صعب جدا جدا.
الدوري لسه فيه كتير يا كابتن مدحت، الدوري صعب قوي قوي ومفيش اي حاجه باينه لاي فرقه في الوقت الحالي ولا فوق ولا تحت على فكره. مظبوط مظبوط مظبوط، الامور لسه ما مش مستقره تماما، وده دليل على قوه الدوري. ان انت بتفاجئ ان بونت بيعليك وبونت بينزلك. فالمسابقه محتدمه ومحتدمه جدا كمان. بالظبط، انا معاك تماما تماما، ولكن مع ضغط المباريات اللي حاصل وهتلاقي بعد كده الماتشات بعد الاولمبياد على طول، هتلاقي الماتشات متتاليه متتاليه. لازم يبقى معاك ذخيره قويه جدا جدا من اللعيبه. صحيح، وفي اصابات وفي حالات كورونا وفي بيبقى في ايقافات وفي ايقافات داخليه. انتوا لسه بتعملوا مساحات يا كابتن ولا بطلتوا تعملوا مساحات؟ بصراحه لا، ما فيش حاجه اسمها احنا ما نقدرش ما نعملش المساحات. بس احنا بنعمل التحاليل اللي هي الرابيد تيست. الرابيد تيست واللي واللي بنلاقي عنده اجسام مضاده، هو تحليل للاجسام المضاده. لما بنلاقي عند حد بنعمل له المسحه. الرابيد تيست ده اللي هو الدم. ايوه، اللي هي بياخد نقطه الدم دي، اللي بيبين الاجسام المضاده اذا كان في اجسام مضاده الكورونا من عدمه. لكن وده البروتوكول اللي احنا، ده البروتوكول على فكره اللي الاتحاد كان ماشي عليه الاول. اوكي. لكن حكايه الانف دي ما بتتعملش دلوقتي. لا، بنعملها بقى اذا اللي نشك فيه، اللي نشك فيه، لانه نشك فيه. يعني المساله دي انا عرفت كده فعلا ان انديه كتيره جدا ما بتعملش حكايه الانف دي. طيب، انا طبعا انت قلت لي ان الحكام بتوعنا بتوع القناه اقروا بصحه الهدف، صح؟ طبعا هو شكله طبعا هدف، بس هقول لك هو طبعا خطا حكم. انت شفت ماتش ليفربول امبارح يا كابتن؟ طبعا شفته، شفت اللقطه اللي ما اتحسبتش على فكره، اللي هي بتاعت ساديو ماني. ايوه بالظبط، يعني فاول مليون الميه لصالح ساديو ماني. الراجل زق وزقه واضحه بتاع ريال مدريد، زقه مفيش جول، اتردد جول وفي فار وفي كل حاجه واتحسبت جون، وما رضاش الراجل يروح يبص على الفار. يعني عايز اقول هذا خطا يعني يا كابتن وارد، بس طبعًا والله طبعًا العظيم الانديه بتعاني اشد المعاناه. صحيح، من هذا الامر انا موافق يعني والله. والله الدنيا صعبه جدا جدا قوي، بس انتوا فرقه. طمني على الكابتن حلمي طولان من فضلك. الكابتن حلمي بخير الحمد لله، هو عمل جراحة إزالة عدة حصوات في الكلى. يا حبيبي، وفي الأمانة هي مش حصوات، هي أحجار وطوب. يا حاجة يا نهار. والله ما هو التدريب يجيب أكتر من كده. التدريب تجيب زلط ما تجيبش. ألف سلامة عليه وموفقين يا كابتن. الحمد لله، وعمل العملية وإن شاء الله ينزل يوم الجمعة الملعب إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا أنصحك بقى، أنت خلاص قلت شكوتك والاتحاد الكرة سمعها يعني ومصر سمعتها، بقى يعني اللي هتبعته لا هيودي ولا هيجيب. فعرض لك، احنا لازم نثبت حقنا. اثبت حقك عشان والله يا كابتن الكلام ده اتكرر كتير في حقنا. لا حق والله اتكرر واتكرر كذا مرة. فالامور يعني اصبحت ان احنا لا يمكن يحصل فيه اي تجاوز على الحكام باي شكل من الاشكال. احنا ضد المبدا ده تماما. صحيح، ولكن في الاول والاخر دي مقدرات انديه. صح، ما ينفعش ان أنا احنا موافق طبعا. انا موافق ماتش في ماتش كده طبعا. توفيق في اللي جاي يا كابتن ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اشكرك شكرا جزيلا. الحين عايز اشوف الله مره ثانيه يا احمد، الراجل المساعد ده رفع على اساس ايه؟ هتهالي من فضلك مره ثانيه. انا ما اعرفش، احيانا يا جماعه المساعدين بيغرقوا الدنيا كلها. يعني انا الحقيقه ما شفتش الماتش اساسا، بس انا ما شفت دلوقتي على الشاشه كوره، ما ورهاني ورا يا احمد كوره مش ممكن، ما فيهاش حاجه اطلاق. يعني كوره انا افتكرت ان فيها هندس، فيها فاول، يعني لا ارجع شويه. دي كده كل الدنيا متغطيه. كمل بقى يا سيدي كده، الراجل عمل اوفر اهو. لا ارجع ما شفت على الشمال ده، افتكرته يرفعها جوه ال 18. لا ثانية، متغطي بالراجل اللي جوه ال 18 اللي في ظهر ابو ابيض ده. طبعا لا خالص، ترفع ايه يا عم الشباب؟ وراحت على الشمال خلاص عادية جدا، الراجل لماها وبعدين لم نار تانية ولم مرة تالتة وبعدين حطها لتحت، ده ما فيهاش أي مشكلة. والراجل أخد الكورة وهيروح بيها في الشمال وهيرفع الأوفر بتاعه، عدى بالشمال ورفعها سليمة مليون المية، وراحت للراجل لماها ولف جسمه وحط، وكل ده ما رفعش اوفسايد لغايه دلوقتي، لغايه لما الكوره دخلت ما رفعش حاجه. يعني نرجو يا جماعه المساعدين، الله يخليكم. يعني طب وبعدين الفار؟ يعني لما رجع للفار، طب فين الخط بتاع الفار اللي بتاع العربيات القديمه اللي جابوها لنا دي قبل كده؟
طب ما هو المفروض رجع للفار، او الفار قال له انها مش هدف. طيب اللي في العربيه قال له مش هدف بناء على ايه؟ هل شاف الخط القاطع؟ ما احنا حتى هنا ما شفناش الخط، الخط اللي بيتعمل كده بنشوف الراجل ده سابق ولا مش سابق ولا ولا. امور مهمه ودي اقدار فعلا الانديه زي ما بيقول الكابتن عبد الناصر حقيقه يعني. طيب حوار اخر سريع ولكن بعد الفاصل.